بكم ويوم جديد وهنا العاصمة. النهاردة في النصف الثاني من هذه الحلقة هيكون معنا دكتور محمد غنيم، الطبيب المعروف رائد جراحة الكلى في مصر والشرق الأوسط، الرجل الذي له أفكار الحقيقة كانت سباقة حول التقدم في مصر، حول التنمية، حول التعليم، حول الديمقراطية، وكان أحد مؤسسي الحركة الوطنية للتغيير. دكتور غنيم النهاردة قدم لنا تشريح طبي وعلمي الواقع السياسي والواقع الاجتماعي المصري، ده هيكون في النصف الثاني من هذه الحلقة. لكن تعالوا نشوف بعض الأخبار، والحقيقة النهاردة كلنا استيقظنا على الصور الرائعة لعودة الأسرى الفلسطينيين إلى أراضيهم. كلنا كنا يعني بنتفرج بسعادة وبفرح حوالي من الساعة 9 الصبح أو من الساعة 8 الصبح على صور الناس وهي راجعه رام الله وراجعه غزه، واسماعيل هنيه واقف على المعبر او على مجموعه معابر طبعا، واقف بيستقبل الاسرى الفلسطينيين الخارجين من قبورهم. كما قال قبل كده 477 اسير خرجوا النهارده، هذه الدفعه الاولى اتمام الجزء الاول من الصفقه. خرج شاليط من مكانه يعني من اسره وسلم للحكومة المصرية عبر رفح، عبر معبر رفح، وبعد ذلك تم الكشف عليه للتأكد أنه شاليط وأنه هو مش واحد تاني وما غيرهوش واستبدلوه بشخص تاني وأنه هو صحته جيدة. تحدث قليلا مع التلفزيون المصري، اتكلم على أنه هو بيفتقد أصحابه، بيفتقد ناسه وما إلى ذلك. ده المجند الشاب جلعاد شاليط اللي تمكنت المقاومة الفلسطينية الحقيقة من أسره 5 سنين متواصلة دون أن يجدوا له أثرا في الأراضي الفلسطينية. النهارده بعد ما تم تسليم شاليط سلم للسلطات المصريه عبر معبر رفح، ثم بعد ذلك خدته السلطات الاسرائيليه من معبر رفح الى القاعده الجويه داخل اسرائيل، استقبله، لبس بدلته العسكريه كي يعود مجندا مره اخرى الى ارضه والى مش الى ارضه الى اهله في تل ابيب. وبعد كده استقبلوا نتنياهو احتفالات كبيرة جدا، مجند عندهم يعني حاجة لها قيمة فظيعة، وسلموا قدامه 1027 أسير، الجزء الأول منه النهاردة من جزء الصفقة كان 477 أسير فلسطيني. مشهد الحقيقة مشهد مؤثر جدا، شيء يعني ناس حكم عليها بالإعدام، حكم عليها بسنوات ومحكوميات طويلة جدا. وزي ما كنا قلنا لكم ما في حوارنا مع السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الصفقة كسرت تابوهات كثيرة للسياسة الإسرائيلية. هناك أسرى خرجوا مقدسيين، وكان ده شيء من الممنوع تقريبا إن هم يفرجوا عن ناس من القدس أو من عرب 48 أو ممن يسموا أنهم لطقت أيديهم بدماء بدماء إسرائيلية. هؤلاء المجاهدين المقاومين الحقيقة كثير منهم، عدد كبير منهم أفرج عنهم اليوم في مشهد مشاعر غامرة. الحقيقة أكتر مشهد مؤثر ياريت نجيبه دلوقتي على الشاشة هو المشهد عناق الشديد بين هؤلاء الأسرى وبين اسماعيل هنية على يعني على الابواب او على وهم بيرجعوا راجعين من الاتوبيس عندما افرجت عنهم اسرائيل. طبعا كان في احتكاكات على احد المعابر، اهالي الاسرى كانوا مستنيين عند ما احد المعابر، نقطه اعلنت عنها الحكومه الاسرائيليه ان هم هيخرجوا منها الاسرى، لكن ما خرجوش من هذه المنطقه واسرائيل خرجتهم من منطقه اخرى، وحصل بقى تراشق طبعا بين القوات الإسرائيلية وبين أهالي الأسرى اللي كانوا مستنيين على هذا المعبر. لكن هو المشهد المؤثر عودة الناس، وإزاي كانوا بيبوسوا الأرض أول ما بيوصلوا، وإزاي كانوا بيحضنوا إسماعيل هنية وهم يشعرون أن هؤلاء الرجال هم اللي خرجوهم من القبور كما يقولون. يعني حكايات الأسرى حكايات مؤثرة جدا، يعني منهم مثلا بسيم الكرد، هذا المقاوم الفلسطيني
اللي واخد 8 احكام من سنه 92، 8 احكام بالمؤبد، عنده 8 احكام مؤبد. الراجل ده ما كانش هيخرج. بسيم الكرد يعود الى اهله مره اخرى في الاراضي المحتله، وبيشوف بنته، هو سابها عندها 18 شهر، بتتكلم بنته، بتكلم وكالات الانباء وبتقول انا مش عارفه هشوف ابويا ازاي، عندي 21 سنه دلوقتي مش عارفه ابويا هشوفه ازاي. النهارده في مصر ايضا كان في مشهد اخر على التوازي، كان مشهد ال 40 اسير فلسطيني المبعدين. انتوا احنا عارفين زي ما يعني ذكرنا في حوارنا مع السيد خالد مشعل انه العدد مقسم، في عدد سيعود الى الاراضي، الى بيوتهم سواء في غزه او في رام الله، في عدد هيتم ابعاده الى غزه، يعني هم بيوتهم في رام الله لكن هيتم ابعاده في غزه، في عدد هيعودوا الى بيوتهم في القدس. لكن في عدد 40 أسير تم الإفراج عنهم بشرط أنهم يبعدوا خارج الأراضي الفلسطينية مطلقا. دول هيذهبوا ما بين، هيقسموا ما بين تركيا وقطر وسوريا وربما الأردن أيضا، وسافروا أو هيسافروا بعد قليل مع السيد خالد مشعل وقيادات حماس إلى عدد من الدول العربية، غالبا ربما يذهبون إلى الأردن في البداية، وهذه الطائرة أرسلت لهم من قطر. الأربعين دول هم الأكثر خطورة، هم منهم حماس إسرائيل الأكثر خطورة، ولا تريد، وخلاص وصلوا الاتفاق أن هم لا يمكن أن يعودوا إلى أراضيهم مرة أخرى، لكن في الاتفاق عودة للأراضي بشكل متدرج، يعني بعد سنة مثلا ممكن أن هم بعض منهم، عدد منهم يرجع، بعد سنتين، من سنة لثلاث سنوات كل هؤلاء الأربعين مبعد يستطيعوا أن يعودوا مرة أخرى إلى الأراضي الفلسطينية، إلى بيوتهم في الأراضي الفلسطينية. نجاح مبهر الحقيقة للمفاوض المصري مرة أخرى، بنؤكد أن المفاوض المصري كان موجود من 5 سنين في هذه المفاوضات، يتابع هذه المفاوضات، وده فرصة مرة تانية أن احنا نشكر المفاوض المصري الحالي والسابق، لأن كان في مفاوض سابق برضو بدأ هذه المفاوضات واستمر وشارك فيها، لكن المفاوض الحالي دلوقتي في جهاز المخابرات المصرية هو الذي استطاع أن يتمم هذه الصفقة بعد جلسات 70 جلسة من أغسطس 2011، من أغسطس الماضي، جلسات طويلة ماراثونية طويلة استطاع فيها المفاوض المصري أن يحقق أقصى ما يمكن تحقيقه للجانب الفلسطيني. 27 امرأة فلسطينية خرجت من السجون الإسرائيلية، كنا نتوقع أن ده معناه تبييض السجون الإسرائيلية زي ما قال خالد مشعل وقال الجانب المصري، لكن يبدو أن في 8 فلسطينيات بقيات في السجون الإسرائيلية بيتم التفاوض عليهم، لكن لم يفرج عنهن في هذه الأثناء أو في هذه الصفقة. 27 منهم 2 كانوا هنا معانا في مصر، منهم العظيمة أحلام التميمي، طبعا هذه المرأة المقاومة الشديدة البأس المتهمة بأنها فجرت أحد المطاعم في تل أبيب. أحلام التميمي تعود إلى أرضها، أو عادت بالفعل إلى أرضها في الأردن، إلى مسقط رأسها في الأردن. أحلام وسيدة أخرى اسمها أمن على ما أعتقد، أبعدنا من الأراضي الفلسطينية. الحقيقة مشاهد مؤثرة جدا. دي مش أول صفقة لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يمكن دي الصفقة رقم 31 37 38 في هذه الحدود، لكن هذه صفقة مؤثرة من حيث العدد ومن حيث النوعية أيضا، ومن حيث كما قلنا كسر المحرمات الإسرائيلية. هنشوف جزء من حوارنا مع السيد خالد مشعل واللي أذعناه يوم السبت الماضي حول هذه الصفقة، وكان أول حوار الحقيقة يجري خالد مشعل قبل الصفقة، كنا بصراحة من يوم السبت حتى النهاردة خايفين جدا ان اي حاجة ممكن تحصل تبوظ الصفقة او تفسد الصفقة، لا نريد ان نفسد فرحة 1027 أسرة فلسطينية يعود اليها رجالها ونساؤها من جديد. طبعا الكبار مش موجودين، يعني مروان البرغوثي، عبد الله البرغوثي، سعادات، سلامة، عدد منهم كبير مش موجودين، وده رفض إسرائيل إفراج عنهم، لكن يعني ليس الأمل ببعيد أن يفرج عن باقي 4500 فلسطيني مقاوم أسير داخل السجون الإسرائيلية. نشوف جزء من